ساهمت يعني هذه الحركة الطلابية من خلال اتحاد طلبة الساحة الحمراء الذهب، ومن خلال أيضا رابطة طلبة الصحراء الغربية بالجزائر باعتبارها الامتداد الرسمي لمنظمة اتحاد طلبة الساحة الحمراء الذهب، أو باعتبارها الامتداد الجهوي لمنظمة اتحاد طلبة الساحة الحمراء الذهب بالقطر الجزائري. ساهمت من خلال فتح يعني تعاون جديد مع منظمات طلابية جزائرية، ساهمت من خلال خلق جو تواصلي بين الطلبة الجامعيين الجزائريين والطلبة الجامعيين الصحراويين، وحتى الطلبة الممنوحين من الدول من دول أخرى في الجزائر في يدرسون أو يزاولون كان دراستهم في هنالك الجزائر. أيضا لقاء بين يعني الأفارقة في الجزائر أصبحت يعني ملتقى أصبحت ملتقى يعني أصبحت يعني أصبحت قبلة و... أصبحت قبلة وأصبحت فرصة أيضا لنشر قضية الطالب الصحراوي ليس على المستوى الجزائري، إنما أيضا على المستوى الإفريقي وعلى المستوى الدولي. لذلك لأن الطلبة الصحراويين من خلال أحداثهم البطنية يستقبلون هذه السانحة من خلال تواجد الطلبة الدوليين في الجامعات لاستدعائهم للتعريف أكثر بالقضية الصحراوية، لأن أي طالب دولي أيضا تشبع بالحقيقة التاريخية والحقيقة ومشروعية القضية الصحراوية سيكون حامل هذه تلك الرسالة إلى بلده. فبالتالي امتدادات رابطة طلبة الصحراء الغربية على مستوى الجزائر لعبت دورا هاما ودورا رياديا في التعريف بالقضية الوطنية، وفي استثمار أيضا العنصر البشري في تكوينه وتأطيره من خلال هياكله ومن خلال التعبئة والتحرير. في